ليش اذا يقولون مرأة فحوشية ليش انتم كلياتكم تعملون هيك هيك يعني شلون يعني مثل ما تقول يعني واحد يستحي لي العادات والتقاليد ودي احنا عايشين ضمن حدود يعني ليش عادات وتقاليد تقول المرأة بالبيت ما بعرف احنا كمان نريد منكم هيك نحن نريد انتو تحمين قريتكم بيتكم ويلاتكم شربنا وناموسنا مو مشان ما نصير مثل شنقال يبيعونا بالسوق ما شفت شلون يبيعون المرأة كمان هني مرأة مو هما الدواعش يجي يفوت عندنا يقول تكبير الله أكبر انتي لألي تكبير الله أكبر لواحد تاني بصير هيك أبل ما بصير هيك تشيل سلاحك ما تخاف ليش تخاف تشيل سلاحك تحمي حالك مين انت بلكي دواعش مو هذاك بس تشيل السلاح هو يخاف منك مو بتشيل السلاح هو يخاف منك ما يقدر يتقرب على شرفك بعرف انتو تخافون من السلاح بس مثل الرعب يروح منكم بس شوي تاخذون يعني خلي قلبكم شوي قوي يروح الفكر هذا شنو هذا ما تعرفون عيب يعني تقول ما نعرف عيب تقول ما نتعلم عيب تقول نحن نخاف موت مره واحده خلي نموت تمام أبال انا كمان احب المراه تعلم وتتطور احب المراه لازم تتعلم